شيبا وشبابا، عمالا وطلابا وأساتذة، عراقيون من فئات الشعب كافة دوى صوتهم في البصرة، لا تراجع عن ثورة تشرين ولا عودة إلى الوراء بعد. فكانت الكلمة اليوم للموج الأبيض. رئيس الوزراء أريده مستقل، أريد لا تابع الكتلة، مو مثل هذا السيلاني أو السوداني يطلع ثاني يوم من الكتلة، أمس يطلع من الكتلة واليوم يرشح. وين أكو هالشي؟ لو اختراق الدستور البرلمان هذا التعبان، شنو البرلمان غير أحله أنا طالع اليمن. بهذا الوعي والرفض الكامل للعملية السياسية كلها، خرج البصريون كما في باقي المحافظات بعزم ثابت وإرادة صلبة رغم كل المحاولات الحكومية لإطفاء نور الثورة. اللي قاعد يصير أن الحكومة تحاول تقضى على الثورة وتخمد الثورة حتى تبقى الأحزاب متشكلة وتشتت بالمظاهرات وتأخذ بحق الشعب. فاعتبار الحكومة أنه إرادة الشعب هي الأولوية، اللي راح يمثل الشعب اللي راح يخليه، ما اريد حزب او اي جهه اللي هي راح تخلي رئيس الوزراء، اريد اراده الشعب بنفسه. بالرصاص وقنابل الغاز ثم بالوعود والتعنت، تحاول الحكومه جاهده كبح جماح الثوره او جر المتظاهرين الى غير السلوك السلمي الذي يسيرون عليه منذ نحو 3 أشهر، الا ان اصرار المتظاهرين على سلميتهم افشل مخططات الاحزاب. وإحدى طرق السلمية إعطاء محاضرات مجانية وإقامة دروس للأطفال اليتامى والمشردين بدعم ذاتي من ساحات الاعتصام. شفناها فكرة جدا جيدة أن نجمعهم وصفتهم وتواجدهم هنا بشكل يومي، فبدل ما موجودين يتعلمون، وأيضا هذا شيء لمصلحتهم، وما نعرف إحنا الوقت اللي ضالين به هنا، فهم تكون فرصة أن نعكس سلمية التظاهرات. يؤكد المتظاهرون أنهم خرجوا بدافع عراقي بحت ليزيلوا شماعة الأحزاب والميليشيات التي تتهمهم بالتبعية للخارج، كما هو حال شركاء العملية السياسية. فأن تقول لا بوجه حكام العراق الجدد يعني أن تتهم بشتى الاتهامات. الشعب طبعا يرفض ترشيح إلا بواسطة الشعب، والشعب هو من يختار، يعني الشعب هو انتفض بإرادته، ما انتفض بواسطة واحد أو توجيه من شخص. الشعب هو اللي يختار ويرفض اختيار اي احزاب او تدخلات خارجيه، وباذن الله يختارون واحد مستقل وان شاء الله يرجع العراق بخير. عوده العراق كما يتمناه العراقيون باتت قاب قوس او ادنى بسواعد شباب لم يهزمهم القمع الحكومي ولا الصمت الدولي، وتلك ابجديه الثوره الحقه، حياه بنصر او موت بشهاده.